السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم. جبت لكم أكلة جديدة اللي هو حساء ديال القرعة الحمراء، القرعة الحلوة الحمراء. هي في الحقيقة أكلة إيطالية معروفة هنا في إيطاليا، كيقولوا لها لا فيلو طاطا، يعني كتجي بحال لا كريمة ورائعة صراحة، يعني نصيحة مني غير جربها رائعة. مهم كان هنايا انا درت قرعه كامله تقريبا فيها شي 2 كيلو، قطعتها مربعات وثلاثه البطاطات، يعني بهذا القياس اللي كتشوفوا دابا قدامكم. ما كتستعملش بزاف ديال المكونات، يعني فيها غير البصله ولا البورو، يعني كيبقى اختياري، والملحه والابزار. صافي هذا الشيء اللي فيها. نبداو ان شاء الله على بركه الله. انا كنرمي كل شيء مره واحده، يعني كندير شويه الزيت البلديه زيت الزيتون، وكنرمي كل شيء في مره واحده، يعني ما تيهمش الترتيب هنايا. يعني بطاطا كنقطعها مربعات بحال القرعه، كنرمي القرعه من وراها. صافي شويه ديال البصله، شويه ديال الملحه، وشويه ديال البزار، اللي بزار يعني الحرور ولا اللي بزار، يعني على حسب الاذواق ديال كل شيء كل واحد. إذا تبعتوا هذا الشيء راها كتجي شي حاجه رائعه رائعه، زعما ما تخيلوش المذاق ديالها كيفاش كيكون، خصوصا الا كانت القرعه ديال الوقت ديالها وكتكون حلوه. كل ما كانت حلوه كتجي رائعه. حاولوا تجربوها، من نصيحه من عندي، يعني راه شي حاجه ما غاديش تطيح لكم في البال. هنايا تحركات الكاميرا ما رديتش ليها البال، يعني ما بقاتش كتبان الكوكوط كلها، ولكن ماشي مشكل، المهم راه كيبان اشنو كندير. هنا درت البصله، بصله واحده. كيف ما ممكن انكم ديروا حتى البورو، كيجي افضل، كيجي حتى هو مزوين احسن من البصله، كيبقى اختياري وعلى حساب داكشي اللي موجود عندك في البيت. بالنسبه للقياس تاع الماء تقريبا تقريبا شي متر لاروب، يعني نص سترو زائد 4 تقريبا بحال هكاك، في هذا القياس اللي استعملت انا. وجوج معلقات ديال الملح ونص معلقه صغيره ديال الابزار، يعني هذا الشيء اللي فيها، ما فيهاش بزاف ديال العطريه، غير هكا كتجي رائعه. ومن بعد ملي طيب راه الواحد يقدر يصحح ليها المذاق ويصحح ليها الكثافه، يعني اللي بغى يزيد الماء يخففها ولا يخليها ثقيله ولا يزيد لها الملح. هنايا في الطليان هنا كيديروا لها كنور، يعني انا هنا ما استعملتش لا كنور لا برودو لا حتى شي حاجه، يعني خليتها هكا وكتجي رائعه، يعني حتى بلا ما تستعملوا الكنور كتجي شي حاجه رائعه جدا، يعني رائعه. هادشي اللي غنقدر نقول، جربوها. كيف ما العاده غادي نسد عليها، نحطها فوق نار يعني قويه في الاول حتى كتصفر، ومن بعد كنقص عليها لمده تقريبا ربع ساعه. راه القرعه دغيا كطيب، البطاطا دغيا كطيب، هذه في الكوكوط. اما الا درتوها في الجميله راه خاصها شويه الوقت، يعني الخضره باش تطيب خاصها ساعه تقريبا على نار مهيله من بعد ما تغلي تقريبا ساعه. صافي وملي كتوجد كنحل عليها، كتكون بهذا الشكل هذا. هي هنايا راه وجدات معنا. صافي كنطحنها بهذا الطحان اليدوي حتى تولي يعني ملسه، كتجي بحال شي كريم. هذاك الشيء علاش مسمين عليها هما فيلو طاطا، يعني جاي بحال من شي حاجه اللي هي كريموزه لا كريم. Thank you.
المهم هنايا هي واجده معانا. هنا في ايطاليا كيقدموها كيرافقوا معها شويه ديال الخبز مقط... كيقطعوه مربعات وكيسوطيوه في شويه ديال الزبده. بالنسبه حنايا ممكن الواحد يدير اي فكره يعني يرافقها مع المسمن مع الشيار مع الخبز عادي غير بوحدها بحال هكا، يعني كل وحده تقدر دير افكار من عندها يعني باش ترافقها. هي كتجي بريمو رائع يعني تحطيها في مزيانه في العشاء، كتجي شي حاجه رائعه وخفيفه. واخا يعني كتافته هنا انا كنخليها في هاد الكثافه هذه ثقيله شويه، راها في نفس الوقت راها خفيفه لان غير الخضره بوحدها. بالصحه والعافيه، كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه اللي جبت لكم اليوم. حقيقة كان طلب من الأخت ديالي، طلبت مني وصفات اللي مشهورة هنا في إيطاليا وفي نفس الوقت هي سريعة يعني كتوجد في أقل وقت وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت. ما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم، وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوني يشتركوا في القناه ديالي ويفعلوا سر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.